هل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله رأى الله عز وجل في المنام؟ وهل تكون الرؤية على صورة الله الحقيقية؟ أجبناكم في الليلة الماضية وقلنا أنه جائز أن المؤمن يرى ربه بالرؤيا إذا كان يؤمن بالله إيمانا صادقا وبأسمائه وصفاته، فقد يكرمه الله جل وعلا بأن يراه في الرؤيا. والرؤيا غير اليقظة، الرؤيا غير اليقظة. نعم.